السلام عليكم. في شبوة تحضر الميليشيا وتنظيم القاعدة وقوات عابرة للدولة وتغيب الدولة نفسها. الحديث عن ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية وعن ممارساتها جملة من الانتهاكات التي طالت المواطنين تحت مسميات الحرب على القاعدة والإرهاب. فهل قوات النخبة هذه تتبع وزارة الداخلية أم الدفاع أم لا هذا ولا ذاك؟ ما علاقة النخبة الشبوانية بالسلطة المحلية والمحافظ وممن تتلقى تعليماتها ومعلوماتها؟ هل عملياتها تدور تحت غطاء الدولة أم لا؟ وكم عدد المناطق الخاضعة لسلطة هذه القوات؟ وما دورها في مواجهة الحوثي في مناطق التماس؟ شبوة المحافظة التي تغيب عنها مصالح المواطنين من اهتمام الدولة إلا فيما ندر تشهد اليوم تحولاً يكاد يخرجها عن سيطرة سلطات الدولة. فهل سيتكرر سيناريو عدن فتحضر سلطة داخل سلطة شبوة فتقوضها؟ وعلى خلفية سقوط ضحايا مدنيين كيف تغيب حقوق الضحايا والناس وهل أصبحت تهمة الإرهاب مبررة لكل الجرائم؟ مشاهدينا الكرام، نناقش اليوم كل ذلك في حلقة الليلة من المساء اليمني. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شبوة لا تزال هذه المحافظة قبلة للأطماع من أطراف كثيرة، لكنها تعيش بمعزل عن الخدمات العامة واهتمام الدولة ومحيطها الإقليمي. فما تشهده عسيلان وغيرها من نقاط التماس من محاولات لتسلل ميليشيا الحوثي رغم المواجهات التي تحدث بين الآونة والأخرى يمضي في سياق التأكيد على أن إصرار الميليشيا على إعادة فرض السيطرة على شبوة له ما بعده، إذ يعلله البعض أن هذه المحافظة لا تزال منفذا لتهريب الوقود والأسلحة. لكن ميليشيا الحوثي ليست وحدها من يشكل مصدر قلق للمواطنين، فهناك عناصر تنظيم القاعدة وقوات النخبة الشبوانية. مؤخرا نشر عدد من النشطاء والمهتمين تسجيلات تظهر أعمال نهب وإحراق منازل من قبل قوات النخبة الشبوانية، اتهامات كثيرة لهذه القوات بارتكاب عدد من الجرائم بحق أبناء شبوة وتحديدا أبناء حوطة الفقيه علي. يؤكد متابعون مقتل عدد من المواطنين منهم أبو بكر أحمد حديج الذي قتل في سوق الحوطة وإصابة امرأتين بطلق ناري من قبل النخبة، توفيت إحداهن متأثرة بإصابتها في مدينة المكلا. الصور هذه لإضرام النار في منازل تتبع مواطنين منهم القاضي عبد الرحمن المعلم وعمر عبد الرحمن المعلم عضو مجلس محلي سابقا وأحمد القديرة والشيخ محضار الله، ناهيك عن نهب محلات تجارية تتبع المواطن عمر أحمد بحسب إفادة ناشطين. قوات النخبة الشبوانية بحسب مصادر إعلامية قالت إنها سوف تفتح تحقيقا في الاعتداءات وستحاسب مرتكبيها، معتبرة أن ما جرى مجرد تصرفات فردية لا علاقة لها بخطة الحملة على الإطلاق. وفيما تغيب الخدمات العامة وملامح إسناد الدولة للمواطن والخدمات الدنيا للمحافظة، تحضر قوات أمنية وعسكرية مصحوبة بأسئلة كثيرة عن عملياتها، إن كانت تمضي تحت غطاء الدولة أم لا، وهل النخبة الشبوانية خاضعة للسلطة المحلية والمحافظ والداخلية أو الدفاع، وممن تتلقى تعليمها ومعلوماتها. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف سيادة اللواء الركن علي راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة من شبوة. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء هل تسمعني؟ نعم. مرحبا بك معنا في المساء اليمني، وبداية كيف تابعت يعني شبوة تشهد توترا أمنيا كبيرا؟ نود أن يعني تحدثنا عما حدث من قبل قوات النخبة، اقتحمت مديرية الحوطة في شبوة وفجرت منازل، كيف تتابعون هذه الأحداث في المحافظة؟ حقيقة هذا الموقف هو كان بعيد من العاصمة المحافظة. نعم. ولا بد ان يكون الناس تختلف بالسلاح من الطرفين، لازم بس في الخاطي والغير خاطي في المنطقه. وانما معروف انه هذه الاماكن انا لها مقرات تنظيم القاعده من قديم الزمان مش من جديد. واصابات اكيد بتكون طفيفه من هنا ومن هنا، ولا النخبه فيهم قتلوا فيهم اصابات، ما حد بري من هذا الكلام. نعم.
هل تخضع قوات النخبة للقيادة الأمنية في المحافظة؟ الحقيقة إلى الآن ما بعد نستقنا معهم مشان هذا الموضوع. نعم. لا زال تخضع للأخوان الإماراتيين. نعم. إذن يعني برأيك المحافظة بطبيعة الحال لديها قوات من الجيش الرسمي، لما يهمش هذا الجيش مقابل إنشاء كيانات غير تابعة للدولة؟ يعني حضرتك تقول أنها تتبع الإمارات، ما هي الصفة القانونية لهذا الكيان؟ الحقيقة هم أتوا من معنا مشاركين في الدفاع عن الوطن وعن المحافظة وعن دحر الانقلاب الحوثي وصالح. جميل. مشاركين معنا في الجبهة في كل مكان. نعم. وهم عاد دخلوا شبهم باتمين من حضرموت وجربوا لهم قوات في الخارج ودخلوها تساندنا في الجانب الأمني في كل المناطق، وقادمين على التنسيق فيما بيننا وبينهم في الأيام القريبة القادمة. نعم. إن شاء الله. طيب يعني يعني هل هناك قائمة لديكم بالمطلوبين في الإرهاب، قائمة الإرهاب بأسماء المطلوبين؟ هذا الموضوع طويل عريض، ما نقدر نقول لكم في معنا أو مو معنا، لأنه ناس كثير مشكلين هذا الأعداد. نعم. كل يوم تظهر مجاميع، ساعة جانب وساعة من البلاد من اليمن وساعة من خارج اليمن وساعة من كل الدول يظهرون بشكل في اليمن، يدخلون على البحر واسع، البحر طويل عريض 1500 كيلو. نعم. هذا نعم هذه يعني الاسماء الكثيره او الموضوع الكبير الذي تتحدث عن سياده اللواء، الا يخشى ان يكون يعني مظله كبيره لعمليات غير قانونيه لاستهداف مدنيين، لعدم تحديد الاهداف بدقه؟ يعني حين تقول يعني كثير، يعني هل يعني صعب ان الا يحصر اعدادهم او اسماءهم، بالتالي جميع المواطنين يعني قد يكونوا عرضه لما حدث قبل ايام؟ هذول يتجمعون من كل دوله، ياتون عبر البحر العربي والبحر الاحمر، ياتون من افريقيا ومن باكستان ومن الدول المجاوره، يتجمعون في مناطق كثيره في اليمن، لان معهم مساحه طويله في البحر. نعم. إذا حدثنا عن العملية التي تمت قبل أيام سيادة اللواء، هل تم القضاء على عناصر للقاعدة؟ هل انتهوا أو أنهوا وجودهم في المحافظة أم يعني ما زال الأمر مفتوح؟ لا زال الأمر مفتوح، لأنهم بدأوا في مكان صغير، والقاعدة هربت، حد هرب في الجبال وحد مناطق المحافظات الأخرى والمديريات المجاورة، يعني ما قروا في مكان واحد، أنا ما قلت فيهم إصابات وصيبهم قتلوا فيهم، يعني تفرقعوا. نعم. إذن سيادة اللواء، يعني هناك من يتساءل أين قوات النخبة الشبوانية التي أتت كما قلت لدحر الإنقلابيين؟ لما لا تذهب إلى بيحان وغيرها من مناطق التماس وتستكمل تحرير المحافظة من الإنقلابيين؟ يعني هذا مجامع عاد مواصلين، واعتقد مهمتهم انها مهمها الان متابعه الارهاب في بعض المناطق الاخرى، هم ما عندهم متقدمين، بعضهم في المخا وبعضهم في عدن وبعضهم في مناطق كثيره من الجهات هذاك وبعضهم في مارب، وكثير منهم متقدمين النخب هذه. نعم. اذا سيادة اللواء دعني نعم تفضل. اللخبة الشبوانية هذه من عيالنا من شبوة، هم اللي ما عادوا مجدد ما قدم مساعدوا عادوا متقدمين، ولا ما ساعدوا كثير في الأمن في المنطقة. نعم. إذا دعني أستغل وجودك معنا كونك محافظ المحافظة سيادة اللواء، يعني ونتحدث أن الأهالي يشكون من إهمال كبير من قبل الحكومة، لا خدمات لا مواد أساسية، لا يلتفت لشبوة وأبنائها، يعني ما هي جهودكم كسلطة محلية في تخفيف معاناة المواطنين؟ ما, 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 ما في إيش؟ يعني لا تصل الخدمات الأساسية إلى المواطنين سيادة اللواء، هناك إهمال شديد لهم. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، أنه في بعض الأمور
هذه الناس يا بنت كل واحد له حزب، كل واحد له مبدا ثاني، حد حوثي وحد انقلابي يعني على الشرعيه، وحد انقلابي جنوبي على العمل كله، وحد الاهداف، حد مخرب، وحد ماسك الا حد ماسك الا الواتساب هذا والتواصل الاجتماعي والفيسبوك. لا يعني يمثل ابناء شبوه كلهم، شبوه فيها امان، فيها استقرار، فيها تمين. جميل جميل. انا لا اتحدث عن ذلك سياده اللواء، يبدو انك سأت فهمي. انا اسالك عن يعني ما هي الخدمات التي تقومون بتقديمها للمواطنين، خدمات اساسيه كونكم سلطه محليه؟ هل تلتفت الحكومه لمعاناه ابناء المحافظه؟ هناك تقصير شديد في تقديم الخدمات الاساسيه، الماء والكهرباء والمواد الاغاثيه، ويعني الكهرباء عندنا احسن من اي محافظه اخرى. جميل. الكهرباء عندنا احسن من اي محافظه اخرى، والغذاء متوفر في كل مكان، والديزل والبترول في المحطات متوفر والحمد لله ما في هناك، والدواء متوفر حتى مع اصحاب الكلام، مع الاورام السرطانيه، مع المرافق المستشفيات، الوحدات الصحيه في المديريات، ما في هناك صعوبه. لكن الحمد لله جميل، متضرره ولا لهم اهداف ثانيه يحاولون يشوفون الدوله والسلطه، هذا من الناس العكسه اللي ما قدروا يدافعون على وطنهم ويقومون مع السلطه ضد الاحتلال الانقلابي الحوثيين وغيرهم. نعم، إذن هذا ما نتمنى بطبيعة الحال، أن تكون أمور شبوة على خير ما يرام. شكرا جزيلا لك اللواء الركن علي راشد الحارثي، محافظ محافظة شبوة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ تركي عمر باشيبة، عضو المجلس المحلي لمحافظة شبوة من تبوك. مساء الخير أستاذ تركي. أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدينكم ومساء ضيفكم الكريم الأخ محافظ المحافظة. أهلا بك معنا أستاذ تركي، وأود أن أسألك بداية، كيف تابعت عملية النخبة الشبوانية في حوطة شبوة قبل أيام؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نقول ماذا فعلت النخبة أيها الأخوة والمستمعين والأخ المحافظ؟ في 10/11 اقتحمت النخبة الشبوانية حوطة الفقيه علي مدججة بجميع الأسلحة من خفيفة إلى ثقيلة. نعم. قتل المواطن أبو بكر حديج، وقتلت امرأة واصطابت الأخرى، حرقت منازل داخل الحوطة، ونهبت محلات تجارية، وكل شيء موثق وعرضتموا على شاشتكم الموقرة، ولا زالت بين وثائق أخرى تثبت إدانة النخبة الشبوانية. نعم، يعني هل بالطرف المقابل على الأقل يعني تم القضاء على أحد عناصر القاعدة التي يعني كانت هذه الهجمة بكل هذه الأسلحة موجهة ضدهم، أم فقط الرجل صاحب المحل والمرأة ويعني الخسائر في المدنيين من إصابات وغيره؟ نقول إن الخسائر في المدنيين كاملاً، وليست هناك أي خسائر في الجهات أو في العناصر الأخرى. أختي الكريمة، هناك ليست عندنا عناصر تسمى عناصر الشر أو عناصر خارجة عن القانون. نحن في مدينة مهمشة جدا، لا لدينا بنية تحتية. الأخ المحافظ كان مدير عام مديرية ميفعة سابقا، ويعلم عن الحوطة وعن تاريخ الحوطة وعن كثافة الحوطة السكانية وما تحمله من ثقل لدى محافظة شبوة. نعم، لكن بالمقابل أستاذ تركي، هناك وجود لعناصر القاعدة لا يخفى على أحد، موجود يعني في وظهر في وسائل الإعلام يعني كثير من الفيديوهات والصور التي أظهرت ذلك. ماذا أظهرت؟ يا نحن طالبنا النخبة الشبوانية بأدلة توثق الأعمال الإرهابية. كان على النخبة الشبوانية أيضا حفظهم الله، احنا ايضا نقول حفظهم الله لانهم من ابناء بلدنا ومن جلدتنا، نقول لهم كنتوا على الاقل ان تعطون ابناء الحوطه ومشايخ الحوطه فتره يعني شهر 72 ساعه تقولون فيها سنفتحهم الحوطه اذا لم يخرجوا هؤلاء انصار الشر. نحن لا نقول عندنا انصار الشر، نحن عندنا شباب كانوا مجتهدين فقط. واما الحكومه هي عارفه
وين منابع الإرهاب تماما؟ أين هي هذه منابع الإرهاب أستاذ التركي؟ نعم، إذا أنت تقول يعني أنه لا يوجد لديكم السلطة المحلية. نعم، لم أتمكن من سماعك جيدا أستاذ تركي. أين يكمن عناصر الإرهاب الذي أن السلطة أقول أن السلطة المحلية وإدارة الأمن في محافظة شبوة وإدارتها ومخابراتها هي أعلم أين منابعها. نعم، إذا يعني هل هناك تبلي؟ يعني هل نستطيع أن نقول يعني هل يعقل أن تذهب قوات النخبة يعني الشبوانية بكل هذه الأسلحة التي ذكرتها فقط لتقتحم بيوت آمنة ومنازل مدنيين لا شأن لهم؟ هل يعقل ذلك؟ خاصة وأنت تقول أنهم من أبناء المحافظة. يعني لأن هناك عمل غير مدروس تماما لاقتحام مدينة الحوطة الفقيه علي، غير مدروس وغير مجدي، فيها أكثر من 20,000 نسمة أو 30,000 نسمة. الأخ محافظة شبوه يعلم بذلك لكونه كان مدير عام مديرية كيفعة. الحوطة أختي الكريمة لا يوجد فيها خدمات من أكثر من 20 عام ونحن نعاني. الأخ المحافظ قبل شوية يتكلم عن أن المحافظة هي أفضل محافظة على مستوى الجمهورية في خدمة الكهرباء. أقول ليش أن في 20 رمضان إلين 5 شوارع مطوعين عن الكهرباء تماما، وإدارة الكهرباء بالمحافظة تعرف ذلك. نعم، إذا دعني أتحدث معك عن مستوى الخدمات في شبوة بعد أن ننهي يعني فقرة الحديث عن الإرهاب. برأيك أستاذ تركي، يعني بحكم اطلاعك وقربك من أبناء المحافظة، من أين تتلقى النخبة الشبوانية تعليمات؟ إذا أنت قلت أن هناك يعني أمر غير مدروس لهذا الهجوم، إذا لم يكن هناك يعني ربما، والأخ المحافظ ذكر أنه لا لم يتم التنسيق بعد بين الجيش أو الأمن مع قوات النخبة الشبوانية. هذا السؤال قد أجاب عليه الأخ محافظ وقال أن النخبة الشبوانية لا تتبع إدارة الأمن ولا الجيش ولا وزارة الدفاع، أجل أنها تتبع الإمارات العربية المتحدة، ولذلك شأنها شأن إماراتي وقانونها قانون إماراتي، وتتحمل السلطة المحلية في المحافظة وإدارة الأمن في المحافظة ووزارة الداخلية ما يحدث من اعتقالات وتهجم وحرق وغيرها ما أشبه ذلك من الجرائم الجسيمة. كون عندنا القضاء في محافظة شبوة لم يباشر عمله نهائياً، ولم تفتح إدارات النقابات العامة ولا غيرها. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ تركي أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ياسر الصايلي الناشط السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. مكافحة الإرهاب ملف يتصدر في محافظة شبوة هذه الأيام، كيف تتابع الأوضاع الأخيرة في محافظة شبوة وخاصة يعني المستجدات الأخيرة ما حدث في مديرية الحوطة بشبوة، حوطة الفقيه علي؟ أحييك أختي وأحيي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة تلقيس. في الحقيقة ما يحدث هذه الأيام في محافظة شبوة قد يكون هناك تعاطف كبير مع 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 النخبة الشبوانية تجاه حربها على الميليشيات المسلحة، سواء القاعدة أو تنظيمها أو ما شابه ذلك، أيضا ضبطها للأمن في الطرقات وفي المواقع التي سيطرت عليها النخبة بعد دخولها في محافظة شبوة قبل شهرين أو أكثر. لكن هناك تجاوزات حدثت في 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 مديرية ميفعة في قرية أو مدينة الحوطة، حوطة الفقيه علي. هذه مدينة تاريخية تعتبر من أقدم المدن في محافظة شبوة، فكان هناك تعامل سيء ومعاملات غير كما ذكرها الأخ تركي، لأنه عضو مجلس محلي في المحافظة المديرية وهو مطلع أكثر من غيره. فكانت هناك تجاوزات كبيرة حدثت من قبل أفراد النخبة الشبوانية الذين دخلوا إلى المدينة، وساءت المجتمع الشبواني بشكل عام. نعم، إذا برأيك
نعم، برأيك أستاذ ياسر يعني يعني بالحديث عن هذه التجاوزات، لما لا يمسك هذا الملف أمن الشبوة الجيش المعني بالمحافظة؟ لما يذهب لقوات النخبة الشبوانية التي عمليا يقول المحافظ أنها لا تتبع الجيش ولم يتم التنسيق بينها وإنما تتبع الإمارات؟ من سيكون معني أكثر ويفهم أكثر بما يحدث داخل المحافظة؟ هذه الحقيقه للاسف الشديد حتى سياده المحافظ وحتى السلطه المحليه في المحافظه ليس لهم علاقه بما يحدث في مديريه ميفعة بشكل عام. نعم. يعني لا يوجد بينهم تنسيق ولا ارتباط ولا علاقه مباشره، سواء كون المحافظ رئيس اللجنه الامنيه في المحافظه ومسؤول اول عن كل صغيره وكبيره في امن المحافظه، لا يعلم بشيء في عن ما يحدث في مديريه ميفعة وفي روضه وفي حوضه الشيخ علي. لكن 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 العتب ليس على المحافظ وليس على السلطه المحليه في المحافظه، العتب هو على قياده التحالف العربي التي اتت لتحرير اليمن من سواء من الميليشيات الحوثيه والعفاشيه التي انقلبت على الشرعيه الدستوريه او التي اتت تحرر اليمن من هذه العصابات المالكه التي تعيش في المناطق في المحافظات الجنوبيه، القتل والتشريد سواء عصابات ارهابيه ومسلحه. فالعتب على التحالف العربي، العتب على الشرعيه، على الشرعيه الدستوريه ممثله بفخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذا العتب عليهم. اما المحافظه للاسف الشديد هو لا يستطيع ان يتحكم الا في حدود معقوله، يعني لا يستطيع حتى ان يستنكر ما يحدث في الحوطه. يعني وسائل التواصل الاجتماعي في خلال الاسبوع الماضي ضجت ضجيج كبير حول ما يحدث في 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 الحوطه. يعني التجاوزات التي حدثت كانت مصوره بالفيديو وكان يتباهى بعض افراد النخبه. ماذا فعلت قياده النخبه الشبوانيه؟ هم ابناءنا واخواننا الذين يقاتلون في 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 الحوطه، لكن ماذا فعلت قيادتهم تجاه تجاوزاتهم التي احدثوها في 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 الحوطه؟ احراق البيوت، السرقه التي حدثت في بعض المنازل، يعني شيء يعني مستنكر، استنكرها الجميع سواء سلطه محليه وقيادات الدوله في المحافظه او الناشطين على 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 وسائل التواصل الاجتماعي. واكثر من تضرر هم اهل المديريه الذين عانوا من هذه المشاكل التي حدثت خلال الاسبوع الماضي. نعم، هناك 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 مسلحين، هناك جماعات مسلحه ينتشرون في 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 مناطق كثيره في المحافظه، لكن هل في كل محاوله تحرير لهذه المناطق التي يتواجدون فيها تلك الميليشيات المسلحه سيحدث ما حدث في حوطه الفقيه علي؟ هذه مشكله، وهذه إساءة للنخبة وإساءة للتحالف العربي الذي يقود النخبة الشبوانية، وإساءة لشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. فلهذا إذا لم يحدث هناك إيقاف لما يحدث فهذه مشكلة سوف تعاني منها بقية المناطق التي لا زال فيها 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 فلول لهذه الميليشيات المسلحة. نعم، إذن أستاذ ياسر، يعني هناك من يتساءل لما لا تذهب قوات النخبة لدحر الانقلابيين في مناطق التماس، خاصة يعني وأنه يعني هي تشكلت أصلا لأجل هذا الهدف، لما لا تواصل يعني العمل الذي تشكلت لأجله؟ يا عزيزتي، بالنسبة للنخبة الشبوانية هي ليس من هدفها تحرير بيحان. نعم، النخبة الشبوانية هي عبارة عن قوة أمنية، لنكون واضحين أكثر، هي عبارة عن قوة أمنية تتمركز في مناطق معينة في المحافظة، سواء لتأمين أنبوب الغاز أو تأمين أنابيب النفط أو الطرقات التي كانت تسير فيها هذه الميليشيات المسلحة القاعدة وغيرها. فهذه القوة يعني لا يمكن أن تصل بيحان بهذه القوة الموجودة التي معها، هي عبارة عن قوة أمنية. يعني الملاحظ الذي يشاهد هذه القوة يعني قوة ليست مهيئة لأن تخوض معارك تحرير. يعني أو بالنسبة للبيحان، هناك 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 ألوية، أكثر من ثلاثة ألوية، أربعة ألوية، ووحدات عسكرية ومقاومة شعبية تستطيع أن تحرر بيحان إذا وجدت النية الصادقة والقرار السياسي لتحرير بيحان.
أما النخبة الشبوانية إذا استطاعت أنها تؤمن الطرقات وتؤمن حقول النفط وتؤمن أنبوب الغاز وتؤمن ميناء الغاز ميناء بالحافة الغازي فهذا يعتبر إنجاز كبير. نعم، برأيك لما يؤجل تحرير المحافظة؟ ضعف القوة التي برأيك لما يؤجل تحرير المحافظة حتى اللحظة؟ يعني لما القرار السياسي محجوب عن تحرير محافظة شبوة وهي بهذه الأهمية؟ هذا الذي عجزنا عن معرفته، يعني سواء ناشطين سواء سياسيين، سواء عندما نتكلم مع بعض السياسيين او بعد حتى بعض قادة الألوية العسكرية في محافظة شبوة، لماذا لم تحرروا بيحان؟ يقولون لم تأتينا الأوامر لتحرير بيحان. هل هو عجز؟ يقولون لا، ليس عجز، لكن لم يأتي الأمر. إذا أتى القرار السياسي فسوف تأتي ما بعد القرار السياسي من دعم ومن إسناد ومن لكي تتحرر المحافظة. المحافظة لم يبقى فيها إلا مديرية ونصف الآن ليست محررة، أما باقي المحافظة فهي محررة. إذن يعني بحديثك عن الغاز والنفط أيضا، دعني أسألك، يعني شبوة تصدر الغاز ولكنها للأسف تجني الإهمال والخيبة، لماذا الإهمال لهذه المحافظة يعني ذات الأهمية الاستراتيجية؟ لديها ميناء تقوم بتصدير الغاز، يعني المحافظ يقول أنها من أفضل المحافظات في على مستوى الخدمات، ولكن يعني الناس لا أظنهم سيشتكون من فراغ، ما رأيك؟ المحافظ من حتى أن يقول أن المحافظة تعيش أحسن أو أحوالها، ومن حتى لأنه هو المسؤول الأول عن المحافظة، لا يمكن أن يقول المحافظ لا محافظتنا تعيش أسوأ أحوالها. لا، المحافظة في 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 تجاوزات فيها، المحافظة فيها ضعف أمني خاصة في عاصمة المحافظة. اليوم إدارات المحافظة، إدارات الدولة، إدارات المحافظة تحتل، إدارات حكومية تحتل من قبل بلاطجة في عاصمة المحافظة، والمحافظ يعلم. يعني مواقع، يعني على سبيل المثال مدير مكتب التربية والتعليم محتل إلى اليوم من قبل مدير مقال، ولم يستطع المحافظ أن يخرجه من 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 إدارة التربية والتعليم. إدارات كثيرة محتلة، مباني حكومية محتلة، المستشفى الجديد محتل، إدارات محتلة، خدمات متردية. يعني مشكور الهلال الأحمر الإماراتي استطاع أن يرفع المخلفات في شوارع مدينة عتد، الكهرباء ليست على أحسن أحوالها، المستشفى يعيش حالة رديئة وسيئة في أسوأ أوضاع، الخدمات متدهورة، يعني الكثير من الأمور يعني مؤسفة أنها تكون محافظة شبوة عاصمة النفط والغاز. شبوة هي عاصمة النفط والغاز في الجمهورية، يعني عندنا شركات، عندنا بترول، عندنا غاز، عندنا ميناء غاز، عندنا، لكن لم نستفد من 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 منها شيئا إلى اليوم. طيب يعني ولا زالت الشركات وإلى اليوم لم الى الشركات الى الان لم تعمل في 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 المحافظه. يعني شركه العقله موقفه، شركه العالم موقفه، شركه جنة هند موقفه، ميناء بالحاف الغازي متوقف تماما، لا يصدر الغاز اليوم. يعني هناك 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 عدم تحرك سريع من قبل الشرعيه او من قبل قياده الشرعيه في 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 انجاز المهمات التي ستطور المحافظه وغيرها من المحافظات. نعم، هل الأجهزة الأمنية مفعلة في المحافظة؟ هل الأجهزة الإدارية أيضا مفعلة؟ هل تسير الأمور يعني بالأمور الإدارية بالذات للسلطة المحلية بشكل على الأقل يعني معقول لوجودها؟ للأسف الشديد محافظة شبوة تعاني مثل ما تعاني غيرها من المحافظات المحررة. يعني أسوأ أحوال المحافظات المحررة هي محافظة شبوة، إذا تركنا عدن بسبب ما تعاني من مشاكل سياسية وهكذا. أما شبوة فالمحاكم متوقفة، الإدارات الحكومية لا تعمل على الوجه المطلوب، المحافظ أصدر قرارات لم تنفذ، مدير الضرائب الذي قاله المحافظ لم يستطع أن يسلم، لم يسلم إلى اليوم، والمحافظ لم يستطع أن يخرجه من 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 المنصب الذي هو فيه ويعيد الشخص الذي تم تعيينه. يعني في أشياء كثيرة، الأمن في عاصمة المحافظة غير 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 متواجد بذاك الثقل وتلك القوة، هناك تجاوزات كثيرة. يعني المناطق التي سيطرت عليها النخبة الشبوانية نوعا ما يتواجد فيها الأمن،
وانضباط والامن يعني افضل من غيره. اما عاصمه المحافظه فللاسف الشديد الى اليوم لم يكن الامن هو المطلوب على المستوى المطلوب الذي تحتاجه المحافظه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك ياسر الصايلي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الأستاذ تركي عمر باشيبة والذي عاد إلينا عبر الهاتف. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ تركي. أستاذ تركي هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ تركي، عدنا بعد الفاصل ونود أن تكون معنا عبر الهاتف، هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال سقط. إذا مشاهدينا الكرام، نتحدث عن محافظة شبوة التي يعني ربما كما استمعنا من الأخ ياسر الصايلي تحدث كثيرا عن أمور تهم هذه المحافظة التي تصدر الغاز والنفط أيضا، لديها من الموارد يعني ما يكفيها ويكفي الآخر، ولكن للأسف الشديد لا يعني تستفيد شيئا من هذه الموارد. وينضم معنا الأستاذ سالم باعوضة وكيل المحافظة عبر الهاتف من شبوة. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا البيش. أهلا بك أستاذ سالم. أستاذ سالم، العملية الأخيرة التي قامت بها النخبة الشبوانية لاقت استياء شديد من قبل المواطنين والمتابعين للأحداث وأيضا أهالي المنطقة، يعني هناك يعني البعض وصفها بأنها أعمال بلطجة ونهب للمنازل، ماذا تقول أنت عن هذه العملية؟ حقيقة هذه مهمة أمنية تقدمت بها قوات النخبة الشبوانية إلى الحوطة في 10/11، والكل يعلم يعني هي أتت لمحاربة قوى الإرهاب على مستوى اليمن، وهذه قوات النخبة يعني من خيرة الشباب الذي تدربوا وعدة شهور على يد الأخوة الإماراتيين. ونحن حقيقة لم نشك في أنهم قاموا بأي أعمال، وكل من قام بعمل يعني نهب أو الإضرار بالمواطن العادي سوف يحاسب، ولن يتركوه ولن يتركوا الحبل على الغارب لهم. في قيادة سوف تتصدى لأي أعمال تشوه قوات النخبة. نعم، هذه المهمة الأمنية التي تحدثت عنها أستاذ سالم، يعني ذهب ضحيتها رجل لا علاقة له بشيء، يعني محل دجاج ذهب لي يعني صاحب محل دجاج ذهب لي خرج ليبحث عن قوت رزقه كما قيل، وامرأة أيضا، وأصيب بعض المدنيين. هل يعني تبحث القوات النخبة عن الإرهابيين في صفوف المدنيين وتفجر المنازل وتقوم بهذه الأعمال؟ يعني احصي لي عدد الذين أصيبوا أو قتلوا من الإرهابيين. شوفي صراحة، بالنسبة للإعلام يهبش ويجيب افتراءات وأشياء ويريد إحباط الشباب في مهامهم الأمنية. هذه حقيقة احنا نتعاطف مع كل مواطن يتضرر من اي عمل عسكري وغيره، وتعرفي انت الحروب
يكون فيها الكر والفر واكثر شيء يتضرر بعض الاحيان البريد. نعم لكن يعني فيها سوف تكون لجنه تحقيق لمتابعه هذه القضيه. احنا حقيقه بعيدين عن الموضوع لان يعني السلطه المحليه بالمحافظه لم يعني تشار في دخول هذه. لماذا لا تشارك السلطة المحلية يعني وجهازها الأمني وهي ربما التي ستكون أدرى ب يعني الأوقات المناسبة للهجوم، تنبيه المواطنين الآمنين، يعني خاصة أنت تقول أنه لابد من أضرار في الحروب وهذا أمر نعرفه جيدا، ولكن أن تكون نتيجة هذه الحروب هي أضرار للمدنيين فهذه مشكلة. احنا حقيقة وبكل صراحة يعني ما نريد نحشر انفسنا يعني ولم احد يطلبنا بالتدخل في هذا الموضوع، موضوع الحوطة بالذات. نحن طالبنا بعض القيادة ان السلطة المحلية بالمحافظة لازم تكون مشاركة ورديف لهذه القوة والنقبة الشبوانية. نعم. ولكن يعني بعض الوقت يوعدوا هكذا ونحن في انتظار ان السلطة المحلية هي تكون رديف لهذا القوة النقبة الشبوانية. نعم، ألن تكون هذه العملية ربما محرك للإيفاء بهذه الوعود وتكون السلطة المحلية هي المشرفة الفعلية لخطوات النقبة الشبوانية في القادم؟ نحن نتمنى أن يكون بيننا وبين النقبة الشبوانية تنسيق، لكن لحد هذه اللحظة لم يكن بيننا تنسيق لا من بعيد ولا من قريب. مشكلة أبداً. أستاذ سالم اسمح لي بالمقاطعة، مشكلة أن تحدثني عن نخبة شبوانية من خيرة أبناء شباب المحافظة كما تفضلت وتحدثني وكأنهم من دولة أخرى، يعني لم يحدث تنسيق بيننا وبينهم وكأنهم لا آخر يتبع يعني دولة أخرى. لا تفهمي الموضوع خطأ، يعني بالنسبة الصعب احنا نقول نتدخل في أمور أمنية ونحن سلطة محلية، فلا لا نريد نحرقهم بأن نكون أو نطرح أشياء وحاجات هذا لم يكن لنا يعني في الموضوع هذا. فنحن إذا طلبونا وهذا نحن على استعداد أن نكون رديف لهم وأن نوجههم بالشيء الصحيح، لكن لم حد يستدعينا أبدا. نعم، إذا دعني أنهي هذه النقطة أستاذ سالم وأسألك عن أوضاع المحافظة. يعني الكثير يتحدث عن أوضاع سيئة للمحافظة مع أن الأخ المحافظ يعني تحدث أن هناك يعني رخاء واستقرار وأن المحافظة يعني لديها من الخدمات أفضل من غيرها من المحافظات. والإخوة الذين معي عبر يعني في هذه الحلقة الأستاذ تركي عمر وهو عضو مجلس محلي والأستاذ ياسر نعم يتحدثون عكس ذلك كما يتحدث المواطنون. نعم. احنا شوفي بالنسبة لم نرجع اللوم على المحافظ، نرجع اللوم على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات. نعم. كل المشاريع التنموية المفروض أنهم هم يتبنونها، لأن نحن لنا 3 سنوات وهي محافظات أو 2.5 سنين محافظات كثيرة في المحافظات الجنوبية محررة، لا عندنا حوثي ولا عندنا، مفروض أن التحالف يبحثوا عن المشاريع الاستراتيجية ويكونون عونا لنا وعونا للمحافظ أو أي مسؤول بالمحافظة. أما بالنسبة أن يتركوا هكذا هذا يعني لزومهم فيه حقيقة، نحن نريد منهم الدعم لهذه المحافظات المحررة على مشاريع استراتيجية، الطرقات، الكهرباء، المياه، الكباري الذي قصفت، يعني يبدأوا بالإنشاء إنشاء هذه الكباري الذي قصفت محافظة شبوة وأصبحت يعني حقيقة يعني فيها صعوبة من المواطن عندما يقطع بالذات كوبري الصعيد في مديرية الصعيد، هذا شيء يعني متعب لكل المواطن القادم من المملكة العربية السعودية أو من عدن أو من حضرموت. هذا كوبري مهم، المفروض أن عندما أنسحب الحوثي من المحافظة أن يبدأوا بتشييده فورا. نعم، لكن يعني أستاذ سالم هل تواصلتم مع التحالف؟ طرحتم لهم هذا الأمر؟ تواصلتم على الأقل مع الحكومة لطرح ظروف شبوة خاصة وهي من تصدر الغاز والنفط عبر ميناء بلحاف وهي يعني لديها من الأهمية الاستراتيجية ما يجعل الجميع يلتفت إليها وإلى بنيتها التحتية، ما ردهم عليكم؟ شوفي بالنسبة لل قوات التحالف هو المحافظ، المحافظة هو يقوم يطرح هذه المواضيع، نحن كوكلاء محافظة نقوم بالدور
الذي يتم تكليفنا به من قبل السلطة والقيادة التنفيذية في محافظة شبوه. نقوم يعني في هذه الأيام بدأ ترميم أنبوب النفط القادم من عياد إلى النشيمة، بدأ يعني يعني تأهيله من جديد، وإن شاء الله هو الغاز كذلك نبشر الجميع أن سوف يبدأ الضخ لهذا المشروع العملاق الذي يضخ في بالحاء. نحن حقيقة نشكر يعني بالنسبة في هذه المديريات الجنوبية وهي الروضة وميفعة وحبان، نشكر دولة الإمارات العربية الذي قدمت الكثير في عدة مشاريع تنموية، منها الصحة، منها الغذاء، منها المشاريع المياه، منها بناء مدارس مستوصفات. هذا يعني لا ننكر يعني دورهم في هذه المديريات الذي لمسناه ولمسه كل مواطن، فنشكر دولة الإمارات على جهودها في هذه المديريات، ونتمنى منها أن تقدم إلى عتق وإلى جردان وإلى الصعيد وإلى نصاب، كل المديريات أن تحظى بهذا الدعم الذي تقدمه الإمارات إن شاء الله في الأشهر القادمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ سالم باعوضة وكيل المحافظة، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة. وأعود إلى ضيفي الأستاذ تركي عمر عضو المجلس المحلي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ تركي. حياكم الله. نعم أستاذ تركي، يعني لو تحدثنا عن المجلس المحلي للمحافظة، كيف تقيم أداءه؟ هل يمارس مهمه على أكمل وجه، خاصة يعني وهناك ربما تضارب في أحاديث المحافظ وكيل المحافظة؟ المحافظ يقول بأن هناك رخاء في المحافظة، وكيل المحافظة يتحدث عن ضرورة يعني سرعة تدخل التحالف لإنشاء بنية تحتية للمحافظة لكي يستفيد منها أبناء المحافظة من خدمات مياه وكهرباء وطرق وما إلى ذلك. أختي الكريمة، أوجه رسالتي إلى المحافظ أن يفعل دور المجالس المحلية. المجالس المحلية ليعلم الجميع أنها من 2011 لم تفعل إلى الآن، هذا لا. إلى حديثي معكم هذا لم تفعل دور المجالس المحلية، وهناك مخصصات للمجالس المحلية لم تستلم. أختي الكريمة، نحن في إطار موضوع خاص بالنخبة الشبوانية. الأخ وكيل المحافظة والأخ محافظ المحافظة والسلطة المحلية يتهربون من موضوع ما تدور به النخبة الشبوانية داخل مدينة الحوضة. نحن نعاني من كارثة أختي الكريمة، ليعلم الجميع أن حوضة الفقيعة اللي قد حصلت بها كارثة، وهو اقتحام من قوات النخبة. الطرفين في السلطة المحلية يتهربون من السؤال هذا، لماذا يتهربون؟ لا نعلم بذلك. ربما لأن لا علاقة لهم بهذه القوات أستاذ تركي، يعني تحدثوا بكل وضوح أن لا علاقة للسلطة المحلية بقوات النخبة. إذا كان محافظ شبوة ووكيل محافظة شبوة، لماذا لا يصدر بيان يستنكر به هذه الأعمال؟ أليس نحن مواطنين؟ أليس نحن بشر في محافظة شبوة؟ نعم، لكن يقول لك بأن بشر مسلمون؟ لكل حرب تكلفة أستاذ تركي، يعني وهذا ما يحدث عادة في مثل هذه الحروب. وإذا نحن سنصبح في بورما الثانية. نعم أختي الكريمة، ليسمع الجميع أننا في مدينة الحوطة تهمشنا كثير، ونحن تحت نطاق الرقعة الجغرافية لمحافظة الشبوة، ويعلم الجميع وتحت ويمر أنبوب النفط قريب من مدينة حوطة الفقيع علي، ولم نحصل على أي دعم ولا حتى توظيف لأحد أبناء الفقيع علي أو من أبناء الحوطة. أختي الكريمة، هناك من يستغل وظائف مدينة الحوضة الفقيع علي، من يستغل بنيتها التحتية في حوضة الفقيع علي، والمحافظ أعلم بهذا كونه كان مدير عام مديرية، والأخ سالم هو من أبناء مديرية ميفعة وكيل المحافظة، والجميع عارفين ويتهربون من الاستنكار، يتهربون من ما يدور داخل مدينة الحوضة من النخبة الشبوانية. لماذا لا يدمجون النخبة الشبوانية في إطار وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع؟ نعم، إذن نضع هذه الأسئلة أمام الحكومة، أمام المجلس المحلي لمحافظة شبوة، لعلنا نجد جوابا يوما ما. شكرا جزيلا لك تركي عمر باشيبة عضو المجلس المحلي لمحافظة شبوة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.